حاليا اليوم يظل لي ماتش كبير من بنزرة وانتصار بعد 12 عام في سوسه. ولا يا الحمد لله عندنا جروب باهي سنه جينا قاعدين ترينيو جينا معنا حاطين في مخخنا 3 بوان لنا حاطين لا خساره لا نول لا حتى شيء الحمد لله وفقنا ربي سجلنا دي بريمير ميتونس لا سجلنا دي ميتونس على الماتش الحمد لله 3 بوان نزيدو نخدموا قدام ان شاء الله بقدره ربي فما كل خير ان شاء الله. كان تحكي لنا على الكفران حاليا كيفاش خممت فاد؟ ولا يا الكفران خممت خاطر هو يعرف من الشوط ديما مسايس وين الشوط نشوط وين هو توا بدلت الحمد لله وفقني ربي والحمد لله 3 بوان خاطر فما خطر اللي ما تعرف اللي لازم يتعلم من الاخطاء نتاعو ممكن كان ما كان ماركينا ومعناها ممكن ما كان ما ارتكبناش الخطا هذا ما عشناش في مباراه سابقه ممكن اليوم ما نستفادش الاولاد مازالوا معناها فما 3 ولا 4 ايام ما بين مباراه سابق ومباراه اليوم مازالت الحراره والمراره نتاع قبول الهدفين في وقت قياسي امام النادي الرياضي سابق مازالت موجوده عندنا وواجعتنا برشا ما نستحقوش معناها هالنتائج هذيا نتمنى انه تكون انطلاقه حقيقيه ما كل مباراه مش استثناء معناها مباراه النجم الرياضي الساحلي والمباراه الجايه باش تكون عندها توصياتها الخاصه بها وهكذا وبعد في النهايه التوفيق بيد رب العالمين اتمنى ما النجم نحكم كل هذه انطلاقه الا من بعد سلسله نتاع مباريات بعد تعرف تنتظر فينا مباريات صعيبه برشا مباراه جايه من ملعب تونسي ومن بعد في ظرف 3 ايام ترشح الافريقي في تونس معناها مباريات من الحجم الثقيل نادي رياض البنزرتي جمعية كبيرة برشا بتاريخها في تونس دائما تحقق معناها في المواعيد الكبيرة موجودة أتمنى أنه نكونوا موجودين من مباراة ملعب التونسي وهي اللي هي بالنسبة لي أهم مباراة.